بناء على طلب حضراتكم. الفقرة دي حضراتكم اللي طالبينها، وطالبينها بإلحاح، وطالبينها بتكرار. وأنا والله ما تقصير مني، من ساعة ما حضراتكم الرسائل اللي كانت بتجيلي تواصلت مع ضيفتي الكريمة، بس هي كان عندها يعني شوية ظروف، ربنا يا رب يكتب لها كل الخير، وندعي لها كلنا كده ربنا يكتب لها الخير في حياتها، حق الخير اللي هي بتعمله. قلت لها بقى ما فيش بقى اي تنازل من ان انت هتيجي. فالحمد لله وافقت تيجي الفقره دي لحضراتكم، والبنات حضراتكم، والاخوات حضراتكم، وازواج حضراتكم، وابناء. دي الفقره دي بتاعت الجميع، فقره خاصه بحاجه اللي هي زي ما بيقولوا ايه، كارت التعارف بيني وبين اي حد مظهري، شعري المرتب، بشرتي اللي شكلها صحي. يعني كلنا هنبص قوي الفقره دي، ومعايا الجميله اللي مشرفاني واللي بشكرها لوجودها معانا، دكتوره نجلاء سرحان، دكتوراه في التغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه من اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. يا دكتور، اهلا بيك يا حبيبي. يا دكتور يا نجلاء، يعني انت غبتي علينا كتير، وجمهورك بقى الحقيقه، او يعني الناس اللي كانت منتظره تعرف معلومات اكتر وعايزينك تساعديهم، احنا داخلين على فصل شتاء، ودخلنا على المدارس، وتقريبا 90% من المكالمات او الرسائل اللي بتجيلي يا نشوى الحقينا بناتنا الصبح، البنت الباص مثلا جاي لها 6:30، انا بصحيها من 5 عشان اصرحها. صح، بالذات بناتنا اللي شعرهم حبايبي كيرلي او خشن شويه، او الام بتتعذب الصبح كل يوم. فشوف لنا حل. ايه بقى حل مع اورجانيكا؟ ايوه. بصي، احنا في اورجانيكا بدانا نحل المشاكل دي كلها، مشاكل الشعر المجعد، الشعر الهايش، الشعر اللي فائد للحيويه، الشعر الجاف، الشعر المتقصف، كل انواع الشعور الحمد لله. ويمكن دي حاجه بقى انا راجعه لك بيها، ان احنا بدانا نشتغل على جميع انواع الشعر. ايوه، يعني احنا كان عندنا بروتين اورجانيكا او اورجانيكا لفرد الشعر. طيب بعد اورجانيكا لا، بدانا نعمل كمان، مش ترميم بقى، انا كنت بكلمك على ترميم واحد، لا أيوه. في كذا ترميم دلوقتي، في كذا نوع ترميم. لا استني، افتكرت كان عندنا نوعين ترميم، ترميم على البارد وترميم على الساخن. بقى في ثلاث انواع ترميم على الساخن، وفي كمان نوع على البارد، وفي عندنا البروتين اورجانيك. فاورجانيكا احنا شغالين على تلف الشعر عموما. بيجي لنا ناس كتيره او بنات كتيره او سيدات بيبقى شعرهم جاف جدا وخشن، وهم يا حبايبي عانوا وعملوا حاجات كتيره جدا، فيه معالجات تانية، فمعالجات كيميائيه شديده. يعني تاخدي التاريخ المرضي بتاع الشعر، احنا بناخد التاريخ المرضي بتاع الشعر، مفيش مركز بيعمل كده، وده الحمد لله اللي بتنفرد بيه اورجانيكا، ان احنا عندنا مركز، المركز ده لعلاج الشعر كامل بقى، كل حاجه، تساقط الشعر، فراغات الشعر. الناس فاكره برضو عشان لو حد بيشوفنا لاول مره، هل المركز عباره عن كوافير يعني؟ لا ده المفروض ان هو مركز تجميل، والمركز ده ضامن كل حاجه. تمام. يعني حاجات ميديكال وحاجات كمان اللي هي تخص الشعر، علاج الشعر كله. تمام. علاج الشعر من ناحيه ان احنا بنشوف، لا كوافير لا، ايوه انا بوضح، ده هو شعر فقط لغير علاج شعر، هو أيوة. متخصص في علاج الشعر بس. أيوة. فهو احنا دلوقتي الشعر بقى المجعد الهايش بيجي لنا بقى معالجات غريبه، احنا اكتشفنا ناس مدمره شعرها، يعني ناس جايه عامله حنه فرد، ناس جايه عامله صبغات في الشعر، عامله سحب لون، عامله حاجات كتيره جدا جدا مدمره الشعر، الانابيب اللي مدمرين بيها شعورهم اللي موجوده الحمراء والبيضه اللي موجوده في الصيدليات، والعلب الكرتون اللي موجوده اللي هي بتبقى حاجه اكسترا فيها، الفرد فيها شديد شويه، الحاجات دي كلها بتدمر وتفك روابط الشعر معاكي. احدى الدكاتره الكبار جدا في الجلديه قال لك افردي بالكراتين، وعلى فكره ده موجود الفيديو بتاعه موجود على التيك توك، قال لك افردي طالما ما فيهوش فورمالين. لان ماده الكيراتين وماده البروتين هم اللي بيفردوا الشعر، فانت مسؤوله عن الشعر. اورجانيكا لفرد الشعر بدانا نحط فيها كل المواد الصحيه اللي موجوده في تركيبه الشعرايه. يعني ايه؟ بدانا نحط الكيراتين. دكتور وانت بتتكلمي كده اشرحي لنا كمان اورجانيكا دي مين؟ طبعا اورجانيكا الحمد لله احنا شركه من 2011 موجودين،
كلها فريق طبي الحمد لله، كلهم على اعلى مستوى، كلهم مدرسين بكليه صيدله، قائمين على ان احنا عندنا مكتب علمي كبير، مكتب تسجيلات، مسجلين بوزاره الصحه، مسجلين كمان سلامة الغذاء وزاره الصحه، سلامه الغذاء، المعهد القومي للتغذيه، لان انت اوريدي عندك مكملات غذائيه، ما فيش شركه بتبقى عندها كل الفرايتي او كل المنتجات. انا عايزه اكد احنا ما فيش منتجات بنعرضها في هذا البرنامج الا لما بتكون مطلعين طبعاً. واخدين وبنعرض طبعاً. على الشاشه صوره، وانا فاتحه مكان يعني انا فاتحه مش بس مكان، كمان احنا عندنا فرع اول وفرع تاني دلوقتي يعني الحمد لله وتراخيص. وطبعا احنا عندنا فرع في زايد، الفرع في وسط الدهشور في الشيخ زايد، ده فرع منفذ بيع، وعندنا كمان الفرع اللي هو المركز موجود في الحي التاني، في الحي الثالث في 6 اكتوبر. فطبعا احنا موجودين على الارض مش اونلاين، وده يمكن يطمنك اكتر. احنا موجوده على الارض اهو على الشاشه، كلها موجوده والحمد لله. الموافقات الصحيه الرسميه يعني، عشان ايه احنا زي ما قلت ما بيتعرضش حاجة في هذا البرنامج إلا وفي وثيقة طبعاً. تؤكد إنها مصرح بيها من الجهات الرسمية واخدة التراخيص. وفي حاجة تانية بقى، فضل. مش مجرد مرخص بيها بس كمان، لا ده أنت لازم تشوفي هي لإيه، طلع لإيه يعني إيه. ما بقاش حتى شامبو بالبروتين ووزعه لأنه بروتين، لا احنا مطلعين كريم فرد شعر أورجانيكا، اورجانيكا مكتوب كده في الترخيص. طبعا طبعا موجود، التراخيص كلها موجوده. ده مهم جدا انك تحطي حاجه زي دي وان حاجتك تكون ما فيهاش فورمالين. طبعا عايزه اقول لك ان احنا لما اشتغلنا بقى على تركيبه الشعرايه نفسها بدانا نحط كل المواد اللي موجوده في الشعر. فعشان كده الامهات بقول لها اطمني انت شعر بنتك او شعرك انت دلوقتي هتلاقي الحل في ان هو موجود كل انواع الشعر، مش هتلاقي مجرد ان انا شعري مستخدمه له حاجه معينه او هلكاب حاجه معينه فانا هبدا استخدم اي حاجه مش مناسبه لشعري. احنا بيتم في المركز الكشف كامل على الشعر، على فروه الراس، وناس كتيره من اللي سمعاني دلوقتي عارفين هم لما بيجوا المركز بيطمنوا جدا، لان بيحصل كشف كامل على فروه الراس، لو في قشره نبدا نعالج، لو في تساقط شديد بنبدا في ورقه كده معينه بتمليها عندنا نعرف انت عملتي ايه في شعرك. ده مهم عندي. ليه؟ لان انا لازم تشتغلي صح. الناس المتخصصين اللي هناك فاهمين طبيعه الشعر، فاهمين الشعره فيها ايه بالظبط، فاهمين انت في اورجانيكا، فخلاص انت الحمد لله في امان. فتبداي نشوف طبيعه شعرك ايه وايه اللي محتاجه شعرك، هل هو ترميم على البارد، هل هنعالج الاول، هل هنعالج التساقط، هل في مشكله كبيره في شعرك. دي بتشوفيها كمان بعينك، لان الجهاز ده عباره عن شاشه ديجيتال، هي بيبقى ظاهر فيها فروه الراس بالبصيلات بكل حاجه، ايه مشكلتك. فتبداي تطمني جدا وتبداي ان احنا عندنا مش مجرد انا عايز افرد وخلاص، مش مجرد انت هتدفعي فلوس وخلاص. أيوة. انت بتمشي ممكن تبقي تاخد كورس علاج بتمشي وترجعي لنا تاني، والكشف ده مجانا على فكره. الكشف ده مجانا تيجي وتكشفي وامشي، ايه المشكله، اطمني على شعرك. انت على فكره في ناس جم وكشفوا ومشيتيهم إيه؟ قلت لهم انا مش هينفع اعمل لكم علاج وجولنا بعد شهرين على فكره وعملنا. لا انا قصدي ان ما ينفعش انا جاي اقول لك انا عايزه افرد شعر يلا بينا. لا انت بتاخدي القرار، لان انت لا انا هاجل فرد الشعر لان انا في مراحل علاج طبعا. واكتر جمله عجباني عند دكتور نجلاء بتقول لك احنا موجودين على الارض، احنا مش اونلاين. ايوه يعني هتجيلي عارف مكاني. ايوه مش مجرد ان انا ببيع لك منتج وبمشي، لا انا موجوده. احنا موجود فرع بيع وموجود مركز في الحي التاني، فدول يعني من الحاجات المهمه. انا ما اشتريش حاجه في الهواء بمعنى اصح، انا ما اشتريش حاجه اونلاين، انا اشتري حاجه على الارض موجودين. تمام. يعني احنا كاورجانيكا موجودين. تمام. عايز اقول لحضرتك انا عايز اشوف برضو فيديو النماذج. ما هو ده اللي لسه بقول لك بقى، تعالي نشوف الترميم والحاجات انا بنبسط وانا بفرح. فما بالك بيتنقل حالهم بالذات، يعني الله يعني يعين كل الامهات على شعر ولادها او على شعرهم لو كان الشعر بيبقى صعب. انت فتره المدارس دي يعني البنوته اصلا يا حبيبتي تقوم انت بتصدعيها او الام بتصدعها قبل ما تعملها شعرها بالظبط. فهي تعبانه ومرهقه ورايحه هناك نفسيا كمان. انا عايزه اقول لك النفسيه بتتحول 180 درجه. الله 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 الله. بصي ما شاء الله الشعر عامل ازاي. بصي اللمعه دي انا عايزه اقول لك يعني الحمد لله بفضل الله. طبعا في اصحاب بيوت سنتر كبار بياخدوا مننا دلوقتي البروتين والترميم والحاجه دي اورجانيكا. بدانا ان هو يقول لك انا حابب اللمعه والنعومه دي، النعومه الطبيعيه، الكلمه دي النعومه الطبيعيه. لا والكثافه كان الاول في تحس ان الشعر هايش على ما فيش. برافو عليك. الشعر بيحصل لها فايبر حشوه. ايوه بالظبط. تشيلي الشعرات في تقل بالظبط، شعرها بتبقى فاضيه الهيشه دي. وعايزه اقول ان الجفاف ده يا جماعه سهل الكسر،
بالظبط زي الزرع ما بتجيبيه، زرع كويس اخضر والزرع التاني هايش يتكسر بسرعه، لكن ده احنا عملنا هنا بدانا نعوض الشعرايه نفسها. بصي الشعرايه عامله ازاي، بصي هنا الشعرايه هايشه ازاي، صعبه جدا. تعالي بقى تعالي نشوف بعد البروتين اورجانيكا، بصي الشعرايه ما شاء الله، الله اكبر، وطول تحفه. والشعرايه الشعر طول ليه؟ لان الشعرايه بتبقى عامله زي السوسته، يعني المجعد او الخشن بيبقى عامل زي السوسته بالظبط، كل روابطه لما على بعضها، فانت بتفك الروابط دي بالراحه، تبداي تعوضي ده مع الترطيب الشديد. احنا حاطين مرطبات عاليه جدا تخلي الشعرايه ناعمه وبتلمع كده. بصي الاطفال دول يا روحي، دول حبايبي اطفال كانوا في إيه؟ دول كانوا موجودين في الحضانه تقريبا، هم في حضانه وهم اولاد عم، مش مش اخوات، فجايين هم الاثنين عملوا شعرهم، فرحانين ومزقططين. والبنت تحب الشعرايه ما شاء الله، انت عارفه البنت من طبعا انت ملاحظه في كله ما فيش تغيير لون، لا الالوان ما بتقرنش يا جماعه، اللون ما بيتغيرش، انت اللون مجرد ان هو بس ما شاء الله. ده ترميم على فكره، يا ما شاء الله ده ترميم. بس الشعرايه هنا ما كانتش محتاجه بروتين، لان الشعرايه كانت نعم، هنا ده بروتين، الشعرايه محتاجه بروتين. انت اللي بتحددي حضرتك بقى. طبعا انت بتحددي، والفيديو بيجي لي والمتخصصين بيكشفوا هناك لا ده موضوع يعني كبير. خد بالك الاول هنسجل يا جماعه الارقام التليفونات دي على التليفون المحمول قبل ما اجي. لطيف ان انا ابعت على الواتساب مثلا او حاجه صور لشكل الشعر او كده، بيبعتوا لنا شكل الشعر والحاجات دي كلها، ما فيش مشكله خالص طبعا، عشان تاخدي ميعاد. طب انا عايزه بقى، لان في ناس بتبقى في سفر بعيد او بره مصر او حاجه، بيبعتوا ياخدوا المنتج نفسه، بيبقوا عايزين يتواصلوا وياخدوه، ما فيش مشكله، وبنفضل معاهم لحظه بلحظه في حاله الفرد. يعني انا ممكن اشتري المنتج لو انا في محافظه بعيده او لو انا في دوله بعيده. بالظبط، والحمد لله ده بيجيب لنا شغل. الله اكبر. عايزه اقول لك ان البيوتي سنتر او الكوافير اللي بتعمل فيه بيبدا يطلب اورجانيكا، يقول لها منين، طب اديني رقم اورجانيكا علشان ابدا اتواصل معاه، فبيجوا لنا الحمد لله. شفتي؟ منهم بيبقوا عملائنا بقى، بيبقوا لان هو بيستخدمه بنفسه بالتجربه طبعا. بيشوف النتيجه، فانا عايز بس الاول بيعارض، يعني الاول بيوتي سنتر يقول لها لا اعملي من عندي مش عارفه ايه، فتقول له لا انا مصممه لان انا واثقه في المنتج. بعد ما تعمله يقول لها طب منين بقى، اخد رقم التليفون وابدا ان هو يبدا يتواصل معانا ويبدا ان هو ياخد المنتج. طيب انا عايزه اعرف مجموعه البروتين، المكونات بتاعتها عباره عن ايه؟ بس البروتين بتاخدي 200 ملي بروتين، وتاخدي بروتين اورجانيكا، وبتبداي ان انت تاخدي معاهم هير ماسك، وبتاخدي سيرم، وبتاخدي كمان شامبو. طيب ده ايه اسمها؟ مجموعه الافتر كير. ايه مجموعه الافتر كير دي؟ دي مجموعه بتهتم لك بالشعر بعد الفرد. يعني اورجانيكا بتفرد، اورجانيكا فرد شعر. طيب بعد كده ببدا الافتر كير اورجانيكا، دي بتحافظ لك على الشعرايه مده اطول، وده تحدي 9 شهور لسنه الشعرايه بتفضل ناعمه، روتس الجديده اللي بتطلع. يعني من بدايه السنه الدراسيه دي هيفضل قاعد معايا وياخد معايا الصيف كمان. بالظبط. طيب ايه اللي بيطلع جديد؟ جذور. مع اهم حاجه ان انا اهتم بمجموعه الافتر كير، ما انا مش 9 شهور لسنه اهمله واقعد اكلفته كده واقعد اعمل فيه مش عارفه ايه. لا طبعا لازم التزم، عشان ده دي معالجه للشعر نفسه، فالتريتمنت نفسه ده مهم جدا، ان انا ابدا اعالج بالهير ماسك فيه زبده شيا وزيوت طبيعيه وفيتامينز ومغذيات عاليه جدا للشعرايه، فبترطب لك جدا الشعرايه وتخلي الشعرايه غير قابله للكسر، وتفضل الفايبر اللي فيها انت محافظه عليه. ده ترميم على البارد في البيت بتاخديه، في بروتين وفي كيراتين برده، فيقدر يعوض لك اللي بينزل. ايوه، لان طيب كل مع كل غسيل على كل اصل اكيد هفقد شويه بالزبط. من لا ده بيعوضك بقى. والشامبو نفسه، طيب الشامبو بيعمل ايه؟ الشامبو ما فيهوش صلفيت ولا صوديوم، ما بيعملش الرغوه الشديده اللي بتبدا تخلي لك الشعرايه ناشفه. هو بينظف شعري من غير بينظف الشعرايه وبيحافظ عليها جدا، وبيخلي البي اتش بتاعها كويس، ويخلي كمان انت معاكي الشعرايه سلسه وشكلها حلو وناعمه، لان ما فيهوش اي حاجه برضو مضره، بالعكس في مكونات البروتين. طب انا كل حاجه من دي فيها مكونات البروتين، عشان كل ما هيبدا البروتين ينزل يعوض، وتفضل الشعرايه في اللمعه بتاعتها. وان شاء الله الحلقات اللي جايه هجيب لك ناس بقى عملوا الخامس مره وعاشر مره عندنا، الشعور كانت بتيجي ازاي، انت هتتفاجئي بقى ان الروتس بس اللي طالعه، الروتس نفسها عامله ازاي بقى، متحسنه بنسبه 30 ل 40%. افضل من قبل كده طبعا، 30 40%. لان انا ابتديت اعالج. بالظبط. لا وهقول لحضرتك اللي طالع ده فائد، هو كمان ايه بيبقى فائد؟ الكرياتين والبروتين، انت بتعوضي بمجموعه الافتر كير، فاوريدي بتحسني ملمس الشعرايه اللي طالعه. طيب قبل ما اشوف الفيديو اللي جاي، في كمان تعويض تاني، مكمل غذائي ده رو باودر. رو باودر بالظبط. ده بقى انت كمان بتساعديني من بره يعني زي ما بيقولوا من بره داخلي وخارجي. ده بقى بالنسبه لتساقط الشعر، بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في بشرتها، بالنسبه للناس اللي عندها جفاف، ده بينشط يعني. طبعا فيتامينز، هو كله مجموعه فيتامينات ومعاد طبعا. المعهد القومي للتغذيه. أيه. معلش انا بتك على الحته دي عشان يبان الفرق بين انا مش هشتغل في حاجه مش مرخصه، احنا عندنا فايلات لحد دلوقتي لسه ما صنعناهاش،
يعني لو فتحنا خزنك هتلاقي وقت فايلات كتيرة جدا يعني ما شاء الله عندنا فايلات لسه يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية هتلاقي بإذن الله في منتجات تانية كتير جدا. فإحنا مش مستنيين ان احنا نقول ده مرخص، لا ده احنا عندنا كم فايلات كتيرة جدا لسه متصنعتش. انا عايز اشوف الفيديو يا اولاد بقى، احنا قلنا نشوف الفيديو ولا ايه؟ عشان برضو بفرح انا بالفيديوهات الحلوة. ده فيديوهات الترميم بقى. الله الله ترميم. بصي بقى الترميم الشعرية دي ضعيفة، ما ينفعش استخدم في الشعريه دي بروتين. الشعريه دي برضو هايشه ومعالجه قبل كده، الشعريه نفسها بالظبط خفيفه زي ما حضرتك شايفه مش هتستحمل، وخصوصا ان ممكن يبقى في عندها مشاكل في فروه الراس. بصي عملنا الترميم جلا جلا بقت الترميم تقيلة. الترميم هايل جدا للشعر. بصوا يا جماعه اللون بقى، شوفي اللون ده. بصي اللون بعد بقى ما نعمل الترميم برضو، ولا الترميم ولا البروتين بيغير اللون. بصي إيه اللون اتحسن، ده شكله احلى بالظبط، والشعريه نفسها بقى ناعمه بتلمع. بصي نعمه طبيعي، ده اللي انا بسمعه منهم بصراحه. ماشي. على فكره مبسوطين قوي من الحركه دي، يقول لك احنا عايز انا عايز الحته دي. طب انا عايز برده اقول نقول للناس، هل ده هو معمول بالفير؟ ما شاء الله. مش معمول. بصي البروتين ده احنا بنعمل فير، بس بنعمل فير بطريقه معينه ما تاذيش الشعر. بصي البروتين نفسه افردي بيه، لازم تفردي بيه عشان تدخلي جزيئات. انا بسال سؤال، لو غسلته لا هيرجع تاني؟ لا مش معمول. لا بيرجع كده، ده مش معمول فير. انا فكرتك أيوة. بتقولي طريقه ازاي ان انا لا ماليش دعوه بالطريقه، الطريقه بتاعت حضرتك انت كمركز. لا ده إيه؟ مغسول. انا عايزه ده لسه معمول وجميل، هل بقى روحت انا؟ لا طبعا اغسلي وقومي وبعد كده هيحصل كده تاني الشعر. لا 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 مفيش اي حاجه، بيفضل ناعم كده. عايزه اقول لك ناس هيجوا لنا، بقول لك هوريكي فيديوهات جاي لنا احنا بنصورها، انت تحسي ان هي هتقولي لي دي هتعملي فيها ايه؟ هتفرديها تاني دي ولا ايه؟ ازاي يعني هي مفروده اصلا وناعمه وبتلمع، فتتفاجئي ان الروتس طالعه من جوه. دي فيديوهات بقى مجمعينها كلها، ان شاء الله الحلقه الجايه هنزعها. طيب باذن انا في مشكله تانية بقى صعبه بتبقى دي بقى، اللي هي بتوجع القلب، تساقط الشعر. يقول لك ايه، انا شعري بيقع بطوله، انا بصحى الاقي شعري على المخده، انا شعري اعمل ايه؟ انا يعني بدهن فيه زيت، بروح العطار يجيب لي زيوت وبعمل وبيقع برضه، ايه بقى؟ بس يا جماعه ارحمونا من مش معقول والله من العطارين ولا حاجه، بس يعني ارحمونا من الوصفات شويه. بصوا في وصفات ينفع، انا نفسي ساعات بعمل وصفات، بس وصفات تنفع احطها انت تستخدميها حضرتك بدون اذى وبدون حاجه. لكن تخيلي لك ان تتخيلي بتحطي نسب بدون مواد حافظه، بدون اي حاجه تحفظيها، فممكن تبوظي كلها على بعض. لا وتقعديها مثلا تقول لك احفظيها في الثلاجه شويه، معلش انا اسفه يعني انت حطي اكل في الثلاجه، اكل فريش طبيعي، بيحصل ايه بعد يومين؟ لا تاني يوم مش طعمه حتى تاني يوم. صح كده، امال ايه؟ هو ده اللي بيحصل. ما ينفعش استخدم حاجات دي خلاصات طبيعيه بجو معين باستخلاص معين على البارد او على السخن بطريقه معينه في مصانع كبيره ما كانش بقى فيها سبلاير اصلا، يعني موردين ليها. احنا موجود موردين من بره مصر. انا عايزه اقول لك ان احنا كمنتج احنا المكونات كلها اوروبيه، صناعه مصريه يعني الحمد لله رب العالمين. بتجيب المواد الخام، المواد الخام اوروبيه وصناعه مصريه في المعمل عند حضرتك. فعايزه اقول لحضرتك ان 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 ده مهم جدا ان انا استخدم الحاجه اللي تكون المفروض خلاصات مستخلصه، صح مستخلصه عن طريق مصانع. مهم جدا جدا ان انا اخد الحاجه وليها اكسباير، ما ينفعش تاريخ انتهاء. معلش يعني انا اخد اي حاجه واقعد احط، طب حطيتي نسبه زيت، احنا بيجي لنا كوارث بقى بسبب الموضوع ده. اللي شعرها تقول لك انا حطيت بتحرق شعر. شعري بقى كده، انا جالي قشره، انا شعر فروه راسي عملت حبوب، انا حصل لي التهاب شديد، انا حصل لي فراغات، انا شعري بقى ينزل اكتر من الاول. لا ده كارثه يعني. الوصفات الطبيعيه يا جماعه مش هتفيدك قد ما هتضرك صدقيني، لان هي دلوقتي بالنسبه للضرر اكتر، لان زي ما قلت لحضرتك دلوقتي حطيها في الثلاجه هتقعدي شويه يوم التاني خلاص هي باظت، ولا تحطيها على بشرتك ولا شعرك. فاستخدمي حاجه اسلوب، ومعلش مكلفه برضو يعني حضرتك دلوقتي لما بتجيبي الزيوت معلش يعني خلينا بالراحه كده، هجيب كم زيت واقعد اعمل كل انت فكرك ان هو ده طبيعي وان هو ده موفر ليك؟ مش موفر ولا مش حاجه، مش موفر لا خالص. بالعكس انت بالعكس تروحي، احنا اورجانيكا اورجانيك الحاجات الاورجانيك. طب ايه المنتجات الاورجانيكا؟ بصي تساقط الشعر ده احنا بدانا نقول في اسباب كتيره جدا بتجينا. احنا يمكن عملنا مجموعه التساقط بعد مجموعه الفرد، يعني احنا بدانا مجموعه الفرد بدانا نقول طيب الناس اللي بتجي لنا بقى عندها مشاكل في شعرها. فبدانا نلاحظ المشاكل دي، فقلنا بدا زي ما عملنا الكيت او السيت بتاعه المجموعه بتاعه الجولد اللي هي اورجانيكا اللي هي هتفيد في الفرد، بدانا نعمل حاجه كامله متكامله برضو هي اورجانيكا اللي هي انا بسميها كده اورجانيكا كورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. مكون من ايه؟ مكون من شامبو، مكون من لوشن، مكون من زيوت طبيعيه.
طيب الشامبو نفسه ولوشن بالظبط وزيوت طبيعي. الشامبو ما فيهوش صلفيت بس فيه نفس مكونات اللوشن. اللوشن ده ايه؟ عباره عن ايه؟ اللوشن فيه خلاصه الكافيين، فيه خلاصه الجينسنج، فيه خلاصه السوبالميتو. والكلام اللي انا بقوله يا ريت الناس تكتب وتعمل سيرش. لا هو في ناس بتكتب وتقوله زي كده. ده انا عارفه كتير ده اللي بيكتبوا. والله برافو عليك. اللي بيكتبوا موجودين ما تقلقيش. ده حقيقي. لو بيكتبوا يقولوا. انا عايز اقول لك كل الصفحات دلوقتي بتتكلم نفس الكلام اللي انا بقوله بالظبط، يعني بحس ان انا اللي قاعده. بيفرجوا يا ماما البرق. بس في فرق طبعا مش اورجانيك اللي معايا. لا المنتج هو اساس. الفيصل بيني وبين حضرتك ايه؟ يعني ان انا استخدم المنتج وحقيقه لا نتيجه. اللي انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بيجي لنا ريفيو على شكل الباكنج اللي رايح كمان. يعني ايه ده الحاجه جايه لنا زي اهي قدامنا بتعرضيها الكاميرا. الحمد لله. اقسم بالله يعني لو حد جابها لي مثلا هديه وقال لي انا جايبها لك من المانيا من يعني يعني المساله فيها منتهى الاهتمام منتهى الشياكه. ولا انت بتقولي فيها والله رايحه راحت المانيا وراحت حاجات كتيره والله. فعايزه اقول لحضرتك ان الخلاصات اللي احنا بنتكلم فيها لتغذيه الشعر زي ما قلت لك اسباب تساقط الشعر كتير. حدثي ولا حرج عن اسباب تساقط الشعر. بس استني بقى عشان برضو اخواتنا الرجاله ما يقولوش كل حاجه للستات. لا لحضراتكم اهو بالظبط يعني صلاه. لا وليه؟ انا عندي رجاله هبقى اعرضها لك بتفرد شعرها. بييجوا يفردوا شعرهم عادي. شعرهم مربينه وعايز يفرد شعره. ودكاتره على فكره ومهندسين وناس من بره مصر. ايوه انا عايزه اهتم بمظهري لانه طبعاً. بالذات بصي الشعر. بصي بقى ده ايه رايك؟ صلاه يعني كل شوف اقول لك زراعه. لا هو مش زراعه يا جماعه، هو كل الحكايه انه استخدم مجموعه اورجانيكا لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي. ليه؟ اول بصيلات الشعر اشتغلنا على بصيله الشعر عشان بدل ما تنبت بصيله رفيعه فاين ضعيفة. خفيفه ضعيفه لا هتنبت عندك بصيله قويه ويطلع منها واحده واثنين وثلاثه وتطلع كمان سمك الشعرايه يبقى سميك وده بيبان تحت الدرماسكوب. وزي ما حضرتك شايف ده حاجه واحده بس التطورات بقى اهي. هو صور تطوراته على فكره. الناس ما شاء الله من كتر ما هي مبسوطه جدا من النتيجه والله بيبعتوا لنا صور بان انا ببقى مبسوطه يعني مبسوطه جدا انهم بصي تدريج وكاتب على كل صوره على فكره الوقت عدد الايام بعد كام يوم بعد كام يوم الحته دي ده مش مصباح علاء الدين ده. اللي هو شبيك لبيك شعرك دوره حياه الشعريه اللي ربنا خلقها 3 شهور فانت مفيش حاجه اسمها كون فيكون. حضرتك بتزرعي زرعه بتقعدي جنبها شويه ده طبيعي حسب التلف اللي موجود في الشعر حسب درجته. انا عايزه اقول لك ناس بعد 15 يوم اللي التساقط بدا يقل جدا وخلاص انا بدات في ال 25 يوم او ال 30 يوم بيبدا بصي دي سيده يبدا دي يطلع لي بيبي هير يا حبيبتي عندها صلع وراثي ويعني لفت كتير قوي والحمد لله يعني بفضل الله ناس كتيره بتيجي تقول لنا ما شاء الله وبيبطلوا المنتج على فكره وشعرهم ما بيقعش لان ما فيهوش مينوكسيديل ده مهم. ماده المينوكسيديل ضاره جدا للشعر وبتتلف الشعر. احنا الحمد لله كل منتجنا طبيعي 100%. استني بقى طبيعي 100% طبعا اورجانيك مصرح يعني طبعًا. ايه الجهات الرسميه موافقه على التركيبه موافقه ان دي تركيبه مناسبة. لعلاج الصلع الوراثي وعلاج تساقط الشعر وعلاج كمان الفراغات اللي بتبقى موجوده في الشعر وتقويه الشعر حاجات كتير من وزاره الصحه المصريه طبعًا. طب ايه حكايه الايزو برضو؟ شهاده الايزو دي احنا واخدينها عشان الجوده يعني الحمد لله. شفتي حضرتك بتقولي ايه؟ بتقولي شكل المنتج عامل ازاي. بناخدها على كل حاجه بقى الجوده الداخليه والخارجيه الباكينج وكمان الماتيريال نفسه. دي بتتاخد اقدر اصدر بيها بره مصر يعني ما شاء الله بتصدري الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك دي بتاخديها عشان تقدري كمان تصدري. فانت لازم منتجك يكون موافق للمواصفات القياسيه الخارجيه اللي هي العالميه بمعنى صح. فانت مصريه شروط. وعالميه الاثنين لازم طبعا عندهم شروط شروط في التصدير وشروط في كل حاجه. فانت عشان تاخدي دي يبقى انت منتجك الحمد لله بيرفكت. وده دليل ان في رقابه يعني طبعًا. الشهاده زي دي مش هتطلع كده يعني بقولك موجودين على الارض يا مدام نشوى موجودين احنا موجودين منتجاتنا كلها في الستور موجوده كمان وموجوده في المركز يعني منتجاتنا هنا وهنا يعني احنا مستعدين لاي حاجه. وزي ما حضرتك قلتي انا ممكن اروح يعني اخد المنتجات او اشتريها وانت حضرتك المركز عندك ثانيه بثانيه بالتليفون مع المكان اللي بره بالظبط. حتى طريقه استخدام مجموعه التساقط اللي هي مكونه زي ما احنا قلنا من اللوشن والشامبو ومجموعه الزيوت الطبيعيه كلها بنقدر نقول لك خطوه بخطوه انت هتستخدميها ازاي علشان توصلي بالنتائج اللي احنا شفناها تمام. اللي هي من شويه الصلع اللي كان حاصل وده بس التزم. طب في مشكله تغذيه الداخليه الرو باودر. ايوه انا كنت بقول لحضرتك ان اورجانيكا بتهتم بالجانبين طبعًا. علشان بيكملوا طبعًا. بعض طيب مشكله بقى برضو من المشاكل الحقيقه برضو اللي بتصيب ستات ورجاله ويمكن اطفال كمان القشره. بس احنا داخلين على فصل الشتاء بقى خلاص يعني إشرة. جفاف يعني جفاف هتلاقي قشره في كل حته حتى في الايد حتى الاكزيما اللي بتبقى زهره في عندنا بيبقى والوش ساعات والله بيقشر طبعا بيقشر طب ما ده ليه حل بقى عندنا هقول لك عليه دلوقتي.
فبالنسبه للقشره فروه الراس نفسها بيحصل جفاف شديد جدا. في ناس بيبقى عندها فروه الراس دهنيه او فروه الراس مختلطه، او فروه الراس بيحصل فيها جفاف شديد، او الشعريه جافه. الشعريه الجافه دي اعرفي ان هي بنسبه كبيره جدا موجود فيها قشره. فما بنكشف على الشعر بتلاقي انواع قشره كتير، قشره صفراء لونها اصفر كده تلاقي دهنيه شديده، وقشره تانية قطع، وتلاقي قشره تانية عامله زي الرده اللي تلاقيها على الكتاف بالظبط. أيوة. كده دي انواع القشره نفسها عباره عن فطريات. الفطريات دي محتاجه مكافحات بقى، مش مجرد شامبو، عشان الناس فاهمه غلط. الشامبو مش هو ده اللي هيضيع، هيضيع يومين ثلاثة. الناس اللي سامعاني بصي بصي فروة الراس ما شاء الله هيضيع بقى كم مره. بصي شعر قبل وبعد، حتى لون الشعر اتغير، يعني فروة الراس بقت صحيه والشعر نفسه اتغير. الشامبو هيضيع لك ايه؟ هيضيع لك يومين ثلاثة وبعد كده خلاص. فانت محتاجه تحطي حاجه اسمها لوشن بيكافح الفطريات المسؤوله عن ايه؟ عن القشره بالظبط. فاحنا عملنا كل المكونات، حطينا ساليسيليك وحطينا لاكتيك وحطينا شويه حاجات تساعدني على التقشير. انا بشوف شويه فيديوهات بيهلكوا فروه الراس حرفيا، اللي هي فيها المشط الضيق ويفضلوا يعملوا احتكاك شديد قوي فروه الراس، ده ممكن يوقع البصيله نفسها. وخلي بالك ان القشره بتعمل تساقط، ده سبب رئيسي من اسباب التساقط، لانها بتتلف الشعرايه ولانها بتسد مسام ما بتتنفس. برافو عليك. يعني هو ده بقى، مفيش غذاء بيوصل لها. في ان انا قافله على البصيله نفسها، فابدا البصيله نفسها تبدا ان هي دي. زي ما قلت لك في نتائج ما شاء الله هايله جدا. واحنا عاملين برضو حاجه لطيفه جدا اللي هو الشامبو واللوشن، الاثنين مرخصين لعلاج القشره. حلو قوي. كل حاجه علاج القشره احنا عاملين كل حاجه اللي هي فعلا وما شاء الله. يعني في اورجانيكا لما بيجي لنا اي مشكله بنشتغل عليها، يعني بيجي لنا مشكله بنلاقيها كبيره والمشكله دي فعلا مسببه يعني مشاكل لناس كتير، او مسببه فعلا مشاكل في الشعر او في البشره، بنبدا دايركت على طول نشتغل عليها. طب احنا معانا مداخله دلوقتي ويعني انا بشكرها لانها من الناس اللي استخدموا منتجات اورجانيكا، مش شعر بس خلي بالك والله وبشره كمان. نعمه الو. ايوه الو، اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. مساء الخير يا استاذه نعمه. مساء النور يا نور عيني، عامله ايه؟ الله يخليك، ان شاء الله تكوني طيبه. الله يسعدك. كنت طيبه الله يخليك. فرحيني بقى وقولي لي استخدمتي ايه من اورجانيكا والنتيجه كانت ايه؟ المجموعه بتاعت التساقط. ايوه استخدمتها. فبصي يعني يوم اثنين ثلاثه فلقيت كده بصي فيها يعني ما بجيش فيه تساقط زي الاول. هو الاول كان بينزل معايا بالخصله بس اول ما استخدمت المجموعه دي فما فيش تساقط خالص، اللي هو حاجه بسيطه خالص اللي هو الطبيعي، لانه هو طبيعي الطبيعي خالص. اللي هو احنا بقالك قد ايه يا حبيبتي بتستخدمي المنتجات دي دلوقتي؟ بصي انا بقالي اكتر يعني قولي 3 شهور كده. 3 شهور وهل في تحسن تدريجي ولا ابتدى يبان فعلا بعد زي ما بتقولي 3 4 ايام ابتدت النتيجه تبان وانت بتصرحي؟ بصي بتصرح. انا اول ما اخذت المجموعه دي بصي يوم 2 3 3 ايام بالظبط. اليوم الرابع بصي حسيت ان اصلا مفيش حاجه بتنزل، اول ما غسلت شعري مفيش زي الاول. ايوه والله العظيم حلو خالص. صدق يا نور عين. استخدمتي ايه تاني؟ واستخدمتي ايه تاني بقى غير منتجات التساقط؟ الكريم البشره. طب قولي لي بقى، استني قولي لي عشان البشره دي مهمه قوي بالنسبه للناس اللي في سن. قولي لي بقى البشره وفرحيني عشان اعمل زيك. قولي بصي الكريم ده انا اول ما استخدمته كده خلاني بصي البشره حلوه ناعمه خالص زي بشره الاطفال، حلوه خالص. طب كان عندك مشكله ايه؟ طب يا نعم. لا انا كنت مقدار التجاعيد يعني. التجاعيد يعني ايه ما شاء الله، مع ان صوتك صغنطوط يا حبيبتي برضو، بس هي التجاعيد اسم الله عليك يعني. بس هي التجاعيد على فكره ممكن اطفال يعني مش اطفال سوري، بنات لسه في العشرينات تلاقي دول وتلاقي ايوه التغذيه سوء التغذيه. فانا لقيت فرق جامد الصراحه. الله اكبر عليك. البرنامج بتاع ده يعني الكريم ده فلقيت فرق حلو. الله يكرمك يا حبيبتي وفرحتيني، ربنا يفرحك. ومستمره ولا خلاص طنشتي؟ هتطنشي؟ لا يا ستي انا مش هطنش، انا دلوقتي متفقه معاهم اصلا مكلماهم وقال لهم دلوقتي في 10 هاخد مجموعه ثانيه تبع التساقط ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. انا بشكرك يا حبيبتي جدا جدا، شكرا. شوفي فرحتها بصي الصور. فرحتها. ومنتج التجاعيد اللي كنت بقول لك عليه، عايزه اقول لك ان ده احنا داخلين على فصل الشتاء والجفاف والحاجات دي كلها، فاحنا دي ريفيوهات بقى. اقلوا بقى وانبسطوا بقى. بالظبط، حطينا كل المكونات المسؤوله عن التجاعيد اللي موجوده في اكبر المنتجات الخارجيه. عايزه اقول لك منتجات بره مصر لو تشوفي الحاجه اللي احنا حاطينها بتتباع بالافات. احنا حاطين في الكريم ده اللي هي بتقول لك عليه كريم التجاعيد الايبامنت،
هايل. طب الكريم ده برضو عشان خلاص احنا خلصنا الفقره للاسف. خلصنا من والضوافر يا جماعه، عايزه الضوافر ده لسه في حاجات كتيره قوي عندنا. ما انت هتحتاجي تاني، ماليش دعوه. ماليش دعوه. طب في اوفر من فضلك بسرعه، اوفر عشان بنت البلد 50% خصم، واللي هيتصل ان شاء الله باذن الله منك خلال النهارده هياخد الخصم خلال 24 ساعه. خلال 24 ساعه خصم 50% على كل المنتجات، بشره وشعر. البشره لسه كتيره. لا ما حدش تاني هاني. الدكتوره انا بشكرك جدا جدا، شرفتيني وانستيني، وبشكر حضراتكم جدا جدا، وان شاء الله دكتور نجلاء هتبقى معانا تاني ما تقلقوش. والعرض 50% خصم على اي منتج لو اتصلتوا من دلوقتي، الارقام اهي صوروا بسرعه، لمده 24 ساعه منتجات اورجانيكا خصم 50%. بشكرك مره ثانيه يا روحي. وللاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم.